وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة مروة فخري، المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة. دكتورة مروة، بعد التحية، كيف تقيمين الدور المصري في مواصلة الجهود لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية؟ مساء الخير. طبعا يعني هو واضح جدا دور مصر كلها من شعب وقيادة سياسية لدعم القضية الفلسطينية من أول التصريحات طبعا سيادة الرئيس، وتكلفنا بتحضير أكبر قافلة إغاثة إنسانية لإخواتنا في غزة، والسماح لنا بالتواجد والاعتصام كمجتمع مدني للضغط على الرأي الدولي علشان نقدر ناخد موافقة بدخول المساعدات. يعني وطبعا قافلة التبرع بالدم اللي اتعملت يوم الجمعة اللي فاتت، اللي حققت أكبر نسبة تبرع بالدم حصل في نقاط التبرع من كل محافظات الجمهورية. كل المحافظات. نعم. يعني احنا كنا بنتكلم انه الطبيعي ان النقطة بتجمع 40 كيس دم في اليوم ده، اول ساعة كل نقطة مجمعة 45 كيس دم. وده طبعا ما كانش الطبيعي يعني في العادي. طبعا لا غنى على ان احنا بنقول ان قوافل الإغاثة الإنسانية مستمرة، يعني سلسلة ماشية مستمرة طول الوقت من كل المؤسسات. يعني احنا دخلنا الدفعة الأولى وما زلنا بنواصل الدفعات المتلاحقة عليها علشان نقدر نوصل نوصل الإغاثات للناس اللي محتاجينها. نعم نعم. ومختلف يعني مختلف المواد الإغاثية إلى الآن وصلت بحد علمي 74 شاحنة، ليست فقط من يعني قادمة من مصر، ولكن من دول أخرى أتت إلى مصر لتقديم هذه المعونات. احنا كده تعدينا كقوافل التحالف لوحدها مدخلة تقريبا الأعداد دي، ده غير القوافل التانية اللي دخلت من خلال الهلال الأحمر المصري والقوافل اللي منتظرة في العريش وعلى الطريق من العريش لرفح. كل دي قوافل إعانات مصرية رايحة لفلسطين ومنتظرة الأمر بالدخول. نعم. نوعية المساعدات الموجودة في تلك الشاحنات والأولوية في الوصول كيف يتم؟ أول دفعة كان الأولوية للأدوية والمستلزمات الطبية، ودي كانت أولوية قصوى لأول دفعة دخلت. بعد كده بدأت تتوالى المساعدات العينية اللي زي الأكل سريع التحضير، الأكفان، مأجلين شوية. يعني بدأنا ندخل بعض الأغطية، بطاطين وألحفة بس وملابس، بس مقللين النسبة بتاعتها بالنسبة للسلع الغذائية ومياه الشرب والمستحضرات الطبية طبعا والأدوية، لأن هي دي اللي كان ليها يعني كانت المعول الأساسي، خيوط الجراحية والبنج والمستلزمات اللي خاصة بالجروح والحروق، وأدوية الأطفال اللي بتاعة الجفاف والإسهال، لأن دي كانت أولوية قصوى عندنا. دكتورة مروة فخري، المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.